السؤال اللي أكيد الناس اللي سادة المشاهدين يحبوا يعرفوه، دور العيلة بقى، يعني عيلة حضرتك، والدك، والدتك، تمام. يعني أكيد الدعم اللي أنت واخده منهم هو برضو جزء من تكوين شخصيتك تمام القوية والإرادة والتصميم. تمام أكيد طبعا. العيلة طبعا لازم بيبقى ليها يعني شأن كبير جدا في حياة كل واحد فينا. الحمد لله كان والدي وكانت والدتي وكانت جدتي اللي هي أم أبويا ربنا يرحمها برضو، كان ليها دور كبير جدا وكان عليها عامل كبير جدا من الحمد لله اللي أنا وصلت ليه دلوقتي. وبرضو في الفترة الأخيرة بقت زوجتي، أنا الحمد لله متزوج برضو، ما شاء الله، بنوجه لها كل التحية. فكل الناس دي طبعا ليهم دور كبير جدا في حياتي، وكل طبعا قبلهم برضو في اللي هم المعلمين اللي علموني، والناس اللي درست لي، والناس اللي وقفت جنبي، سواء بقى كانوا معلمين أو سواء كانوا أصدقاء أو أي حد في وقت من الأوقات وقف جنبي. حتى مش لازم الوقفة تكون يعني تكون واقفه بقى في الحلقة، ممكن حتى لو بكلمه، حتى أو لو بتشجيع او بنصيحه، ارشاد، توجيه. طبعا صحيح. فكل الناس دي طبعا بقدم لهم الشكر وبقدم لهم التحيه من المكان اللي انا فيه، وهفضل دايما مدين ليهم بالشكر طبعا على اللي هم عملوه او بيعملوه معايا لحد دلوقتي. والله شوف، احنا في قناه الحياه وبرنامج العيله احنا بنتوجه لك بكل الشكر والتقدير والاحترام على اصرارك وعزيمتك وارادتك، ويعني طموحك كمان، يعني ما شاء الله طموحك عالي جدا، وبتعمل اكتر من حاجه، يعني دراسه وتدريس ما شاء الله، حافظ القران الكريم، تلعب رياضه، يعني كتلة من الأمل والتفاؤل الحقيقة. وأنا بشكرك جدا جدا على إنك شرفتنا النهاردة في البرنامج، شرفنا بيك، وأرجو إن أنت يعني توصل تحياتنا لكل الناس الكويسين اللي كلمت عنهم، سواء المعلمين بتوعك أو العيلة أو طلابك وطالباتك كمان في التدريس. أستاذ محمد رجب، أنت مثال محترم جدا للمصري الأصيل واللي عنده إرادة، وشرفتنا النهاردة في برنامج العيلة. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر قناة الحياة، وبشكر كل الناس اللي اتفرجت علينا دلوقتي.